أريد أن أعبر عن مدى اعتزازي وافتخاري بعد تقديم ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة. تقدمت بهذا الترشح وأنا أشعر بمشاعر عديدة، من أهمها ثلاثة مشاعر. الشعور الأول، أولا شعور بالاعتزاز والفخر والسرور بأن تقدمت بهذا الترشح في هذا المناخ الديمقراطي لتونس الجديد. مناخ ديمقراطي اليوم نفاخر به. إرساء نظام ديمقراطي من شأنه أن يفسح المجال لكل من تتوفر فيه شروط ليتقدم للانتخابات سواء كان التشريعية أو الرئاسية، هذا شيء هام. اعتزازي بأن تونس اليوم في إطار هذا التمشي الديمقراطي قاعدة تخطو خطوات ثابتة نحن اليوم المستفيدين منه، ولكن بقدر ما نستفيد منه بقدر ما أريد أن أعبر عن قناعتي الشخصية لا فقط الانصهار فيه، ولكن كذلك لرد التحية للعمل من أجل إنجاح. نعم، يجب أن نعمل جميعا لإنجاح هذا المسار الديمقراطي. 14 جام في حققت المكاسب، احنا من الناس اللي نعترفوا بالمكاسب، ما لقيناهاش خراب من بعد 14 جام، بالعكس لقينا مكاسب مثل أي شخص، مثل الدستور. اليوم الدستور هو اللي سمح لنا باش معناها نترشحوا ونكونوا في هذا المكان. اليوم نحب نحيي الأطراف الاجتماعية اللي وصلتنا لهذه النتيجة كذلك بالعمل اللي قاموا به بالحوار الوطني، مكاسب جديدة واعتزاز. ولكن في نفس الوقت يجب أن أقول أن الشعور الثاني هو شعور القلق، شعور معناها التخوف من ما آلت إليه تونس كذلك، والذي يعرفه الجميع ما آلت إليه من تدهور مع الأسف على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأمني، وحتى على مستوى العلاقات الخارجية. ولكن مع هذا يبقى الأمل، الأمل لأن نخرج من هذه الوضعية بفضل جهود وكفاءات الإطارات التونسية. نعم، كلما توجد التحديات في تونس إلا ولقات رجالاتها ونساها خرجوها من هذه التحديات. أكثر من 25,000 تزكية. المهم كيفاش خرجوا تونس من هالمأزق، ورجالاتها ونساها هم اللي باش يخرجوها بالعزيمة هذه. وهذا ممكن لأن بالأمس القريب التحدي وقع رفعه، اليوم والوحدة الوطنية بناها أبناء تونس وزعماء تونس وفي مقدمتهم الزعيم الحبيب بورقيبة. اليوم المطلوب بعد الوحدة الوطنية، المطلوب اليوم هو مصالحة وطنية شاملة. باعتبار أن ترشحي يندرج في هذا الإطار
بحيث ما قلت كذلك، وهذا شأن كل المسؤولين يجب أن نقول أنهم انسهروا في التمشي الديمقراطي والمسار الديمقراطي، بل أكثر من هذا أنا أقول أن قناعتنا جميعا هو إنجاح هذا المسار الديمقراطي. نحن نعترف نقول زاد لقينا خراب بعد 14 في صحيح تم مسار ديمقراطي، بعد 14 في صحيح تم دستور، واحنا بسادره خاصه فاخر بالدستور وبكل ما هو الدستور اللي ناضج من اجله معناها الرجالات والنساء، وفي هذا الدستور اضافات هامه خاصه في ميدان الحريات، ولكن كذلك ان شاء الله نتمناه هو في التطبيق ان يكون على الوجه المطلوب، وربما اليوم وجه من وجوه تطبيق الدستور هذا هو الانتخابات الرئاسيه. وذكرت كذلك ان هذا هذه المكاسب ان الحوار الوطني ما قامت به الاطراف الاجتماعيه وما وصل به الحوار الوطني ان خرج تونس من المازق الذي انت اليه. وقلت ان الشعور الثاني بقدر ما نفاخر بهذا ونعتز بهذا، ولكن بقدر ما واحد يشعر زاده من التخوف ويشعر بالقلق امام ما آلت اليه تونس اليوم. ما آلت اليه وتردد فيه من اوضاع أقل يقال فيه أنها صعبة، وما نحبش الصعبة كلمة كارثية، لكنها صعبة وصعبة جدا على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على مستوى العلاقات الخارجية. وإذا كان المستوى السياسي فقط يكفي أن نشوف دولة ومؤسسة الدولة والتهوية لهذه المؤسسات حتى نقول أن هذا من شأنه معناها عنده انعكاس على كل الميادين الاخرى، سواء كان امريكا امام هذا الخطر الداهم اللي ولينا عايشينه مع الاسف في تونس، وهو خطر الارهاب. كذلك معناها في الميادين الاخرى حدث ولا حرج، الميدان الاقتصادي كلكم عايشين، ورئيس الحكومه نفسه يؤكد في كل مره المؤشرات الاقتصاديه اللي وصلت لها تونس وعمرها ما وصلت لها في تاريخ، نرى مع الاسف ان كل التوازنات الماليه اختلفت. الميدان الاجتماعي نفس الشيء، البطاله اللي كانت ب 400,000 معناها اصبحت تضاعفت ولا 800,000، المناطق الداخليه اللي من اجلها جاءت الثوره وثوره الكرامه، ولكن مع الاسف راوا اليوم وضع هذه المناطق الداخليه الذي زاد صعوبه ومشاكل، وكذلك معناها بالنسبه للتربيه والصحه بالنسبه للمجالات الاخرى. بالنسبه للعلاقات الخارجيه تعرف ان تونس ما كانت عليه، كانت هي الحكم، كانت هي المرجع. اليوم نشوف معناها ولينا في اكثر قضايا طرف، في حين انها كانت كما قلت هي المرجع. ولكن الشعور الثالث اللي نخدم به هو شعور الامل. مع هذا الامل موجود. والامل علاش موجود؟ لان دائما تونس كما يقول الزعيم بوشيبه تعتمد على ابنائها وبناتها، تعتمد احنا ما عندناش موارد طبيعيه لكن عندنا الماده شخصية في المزرعه تاع قرقيبه، الماده الشخصية صحيح بالبشر بتاعها برجالاتها بنساء بشبابها خاصه، ممكن تونس اليوم باش ترفع التحديات. والرجل الدوله هو على يوقف على هذا ويقول شنو الاخطاء ويصلحها حتى يعمل معناها على التفاهم، حيث اليوم في تونس حاجه الى رجل دوله باش ينهض به، بحاجه الى تجربه، بحاجه مش الى تجربه فقط، الى ناس يعرفوا الميدان، يعرفوا الميدان الميدان جيدا. تونس ما عادش تنتظر اليوم شكون باش يدرس وشكون باش يكون ملفات، ملفات موجوده. التراث موجود، البشريه معروفه في كل مكان، في كل شبر شبر الجمهوريه معروف، نجموا غدوه نبداو في الانجاز. وهنا الاجتماع الاخير للاستثمار اش عملوا؟ مشاو للرفوف وجبدوا الملفات. واذكر بين ما اذكر ملف بتاع المياه العميقه بالفيضه. المياه العميقه بالفيضه مدروس وحق لها ردينا فيه لو منذ عامين ولا ثلاثه. المياه العميقه ماهوش للفيضه فقط، وهذه الخاصيه بتاع التنميه الجديده، لانه يمتد الى الغيروان، يمتد الى سيدي بوزيد، ويمتد الى قصرين، فيه دروا بوان. بالسكه الحديديه باش يصير معناها من فيضة الى القيروان، وبدات الدراسه نتذكرها فيما يخص السكه الحديديه بالنسبه للقيروان، ومنها الجلمه في سيدي بوزيد، وكانت موجوده السكه قبل
ومن سيدي بوزيد دراجة سليم ويكونوا بذلك طبعا طوال معناها حتى يكون في الدراسة العامة في الوقت ما مش كل الجهات تكون عندها نافذة على الحرب. هذه النافذة على الحرب بل المناطق الصناعية اللي يكون في الديفلوبمون وبذلك يكون الرد وبذلك تكون التنمية الجهوية. صحيح ماهيش موجودة التنمية، صحيح فما نقص في الجهات الداخلية ولكن يجب أن يكون اليوم بنظرة جديدة. هذاك علاش الأمل في هذه النظرة الجديدة، والنظرة هذه ما نجمش يقدوها إلا الناس اللي عارفوا الميدان. تونس ما عادش تنجم تنتظر، تونس حاجتها مليان مشغول يخرج للتراء ويبدا ينجز. باش يعاودوا الرافير اللي عملوها وعلوهم اعترفوا الحقيقه بالبارتو اللي جاو والترينوات اللي جاو الى غير ذلك، ولكن انا في قطاع واحد هذا نذكر ولكن قطاع كل القطاعات نفس الشيء. اين هي طرقات السيارات؟ 5.6 مليار دينار موجودة في الخزينة التونسية نهار 14 جانفي 2011، 5.6 مليار دينار في الخزينة التونسية. أين هي هذه الأموال؟ أين هي طرقات السيارة؟ أين هي كل المشاريع اللي كانت موجودة؟ هذا ثم الناس يعرفوه من غدوة ينجموا تخرج المشاريع هذه، هذا مثلا كان الناس اللي قاعد في الطيران وقاعد في المناطق وقاعد في الجمهورية التونسية وبيكونوا أوبيراسيونيل إيميدياتمون.